من مدينة العلمين الجديدة، المهرجان الحقيقي اللي تحول لمهرجان تنموي بيدعم كل أهداف التنمية. والحقيقة أنه اللي بيحصل على أرض الواقع هنا وكتير من حضراتكم متابعين معنا هو تكامل وعمل مشترك حقيقي بين كل مؤسسات الدولة لدعم المواطن المصري بكل ما لدينا من مقاومات. والحقيقة ده هدف رئيسي لينا جميعا، وبنحاول نشتغل على الأرض بكل ما لدينا من قوة، إذا كان إدارة المهرجان أو الوزارات المختلفة أو مؤسسات الدولة، عشان نخرج مش بس بحدث يليق بالمواطن ولكن كمان دعم التنمية دائما وأبدا من خلال العلمين، ويعني مرورا أو خروجا من العلمين لكل محافظات الجمهورية. يعني بالأمس تشرفنا بزيارة للقيادة أو من قبل القيادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم طبعا بنتشرف بزيارة من رئيس مجلس الوزراء والسادة طبعا والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسادة المسؤولين. واسمحوا لنا في البداية يعني مع كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني النهاردة الحقيقة يوم سعيد جدا ان انا اكون موجود معاكم النهاردة في مناسبة مهمة جدا، وهي اطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة. والحقيقة هذه المبادرة بتحظى بدعم كامل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو الحقيقة اللي كان وجه ان احنا نطلق هذه المبادرة المهمة جدا جدا جدا، اللي بنستهدف من خلالها كدولة الوصول للمواطن المصري في مكانه في اي حتة في ربوع الجمهورية، ونقدم له كل الخدمات الصحية المتطورة اللي ممكن يكون بيفتقدها في المكان الجغرافي او بحكم بعده، او ان يبقى مكان نائي، او ما بيبقاش فيه الخدمات المتوفرة او المتطورة جدا في مجال الصحة. الحقيقة طبعا أنا شرفت، الحقيقة كنت موجود السنة اللي فاتت في إطلاق النسخة الأولى وتحديدا في العاصمة الإدارية الجديدة، كان تحديدا يوم 25 يونيو 2023، وسعيد جدا بنجاح هذه المبادرة المهمة جدا واللي فعلا بتقدم خدمات مميزة للمواطن المصري. ويمكن يعني زي ما معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة كان بيأكد لي إن السنة اللي فاتت مع النجاح احنا مديناها كمان 100 يوم تانيين غير ال 100 يوم الاولانيين. الاهم يمكن ان انا حابب ان انا اقول هنا ان كل جهات الدوله بتبقى مشاركه في هذا الموضوع، مش فقط وزاره الصحه، جهات كثيره جدا بتشارك في هذه المبادره المهمه. والحقيقه دي واحده من ضمن مبادرات كثيره يعني اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتستهدف صحة المواطن المصري. وأذكر حضراتكم طبعا واحدة من أنجح المبادرات اللي العالم كله بيشيد بنجاح مصر فيها، وهي مبادرة القضاء على فيروس سي. بعد ما كانت مصر الحقيقة من أكثر دول العالم في نسب الإصابة بهذا الفيروس، يعني الحمد لله مع منظمة الصحة العالمية أعلنت أن بقت مصر النهاردة من أقل الدول يعني الإصابة بهذا المرض، وتقريبا يعني الحمد لله سيطرنا بالكامل على هذا المرض المهم. ده جزء من المبادرات الرئاسية المهمة جدا اللي أطلقتها ورعتها الدولة ونفذتها ومولتها علشان تخدم المواطن المصري. مرة أخرى يعني سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة، وإن شاء الله يا رب وعلى بركة الله بنطلق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صح. السادة الزملاء الصحفيين، يعني اللي حابب يسأل معالي رئيس مجلس الوزراء أو السادة المسؤولين، تفضل. معالي رئيس الوزراء مساء الخير، برحب بحضرتك في أرض مدينة العالمين. أنا حسام رضا مذيع راديو نيل. مدينة العالمين كانت مدينة الألغام وتحولت لمدينة الأحلام، إنجاز كبير جدا في وقت العالم كله كان بيعاني من ظروف صعبة ولسه لحد دلوقتي بيعاني منها، بس هو دليل على قدرة الدولة المصرية إنها تقدر تحقق حاجات كتير. فسؤالي حضرتك، ما هو سر وراء هذا النجاح؟ بحيك شايف ازاي الشركه المتحده ساهمت في اظهار هذا النجاح بصوره تليق بيه قدام العالم كله؟ شكرا. يعني طبعا يعني الحمد لله احنا مدينه العالمين واحده من مدن كثيره جدا يعني الدوله المصريه شرعت في تنميتها وبنائها، اللي بنطلق عليهم مدن الجيل الرابع او المدن الذكيه.
وزي ما حضراتكم شايفين المدينة إذا استعرضناها من أول شاطئ البحر لغاية عمق المدينة هي مدينة لكل المصريين، وفيها كل الخدمات ومعمولة على أعلى مستوى من التخطيط والتصميم والبناء. الحقيقة منظومة رائعة، يعني كان يعني الحقيقة كانت رؤية فخامة الرئيس إن إحنا نطلق هذا الجيل من المدن، لأن إحنا كمصريين وكمصر محتاجين عدد كبير جدا من المدن لاستيعاب الزيادة السكانية والخروج من الوادي الضيق اللي إحنا كنا موجودين فيه، وإن يبقى التنمية بتاعتنا تنمية مخططة. يعني إحنا بنتعلم من التجارب اللي يعني كانت على مدار عقود طويلة سابقة، إن دايما كان المواطن بيسبق الدولة وبالتالي كان بيبني ما يطلق عليها العشوائيات. إحنا النهاردة لأ، بنخطط صح. والأهم هنا في مدنة مدينة زي العلمين إن إحنا بنعمل مدينة مش مدينة صيفية، مش مدينة تقعد شهرين ثلاثة وتتقفل، دي مدينة كاملة تستوعب أكتر من 3 أو 4 مليون نسمة بعد كده مع اكتمال نموها، وبالتالي إن شاء الله هتكون يعني نموذج من نماذج المدن الساحلية اللي إحنا كلنا شايفين إن سواحلنا لازم إن إحنا نستفيد منها بهذه النوعية من التنمية. كل الجهد ده بيبقى محتاج تسويق وترويج مش فقط للعالم الخارجي ولكن أيضا للمواطن المصري عشان يعرف حجم اللي بيتعمل على الأرض إيه ويقدر يستمتع بهذا الموضوع. ومن هنا كان طبعا دور الشركة المتحدة وأيضا الحقيقة كل الزملاء اللي ساعوا وراعوا وهذه النوعية من المهرجانات، مهرجان العلمين اللي بيتعمل لتاني سنة، يعني الحقيقة حاجة تفرح، وبيبقى أنا عايز أقول ده بيبقى جزء من قوة الدولة المصرية في جذب السياحة وجذب استثمارات. يعني النوعية دي من المهرجانات بتروج لمصر في الخارج بصورة أكثر من رائعة، وبيبدأ يعني يظهر على مستوى أنا مش عايز أقول يعني من قبيل المبالغة ولكن ده الواقع. يعني أنا بقابل كبار مسؤولين في دول عربية ودول أجنبية وبيكلموا على العلمين من واقع اللي هما بيشوفوه من هذا المهرجان وبيتفرجوا عليه. فطبعا بيبقى هنا دور المهرجان ودور الشركة المتحدة ازاي ان احنا كذراع لتسويق اللي بيتعمل على ارض مصر، علشان فعلا ده بيساهم بصورة كبيرة جدا في جذب استثمارات وجذب سياحة للدولة المصرية، وكل ده بيحقق عوائد ايجابية للدولة. احمد العدل اليوم السابع فندم اهل مهرجان، انا كنت حابب اسال بس عن التعاون الكبير اللي بيتم ما بين الوزارات بشكل كبير وما بين الشركه المتحده للخدمات العالميه. حضرتك شايف ان ده يعتبر برضو ترويج، احنا بنروج للمهرجان ومدينه العالمين، المهرجان اضاف، الوزارات الشراكات الكتيره ما بين الوزارات دي بين المتحده، كل ده اضاف ازاي النسخه الحاليه من المهرجان وترويجا لمدينه العالمين؟ هو يعني مش هزود يعني بس خليني اقولها مره اخرى، أهم شيء طبعاً إن نبرز شغل الدولة بكل مؤسساتها، وده أعتقد موجود لأن إحنا كل يوم لما بنبرز عمل. النهاردة مع إطلاق النسخة الثانية من 100 مليون صحة المواطن بيعرف حجم اللي الدولة بتعمله في هذا القطاع المهم جداً. لما هنتكلم بعد شوية مع الثقافة ونتكلم على الرياضة ونتكلم على أكثر من مجال آخر كده، يعني بنقدر نبرز من خلال هذه النوعية من الفعاليات والأحداث الدولة بتعمل إيه للمواطن المصري، والمواطن يبقى عارف كويس قوي. لأن الأسلوب التقليدي في إن إحنا نطلع ببيانات وكل الكلام ده مهما كان المواطن مش هيستوعب هذا الموضوع غير لما يشوفه على الأرض، وهنا بيبقى دي ميزة المهرجانات والفعاليات دي إن المواطن بيلمس بعينه بيشوف الموضوع بيتعمل إزاي، شايف الدنيا بيحصل فيها إيه، فبيبقى هنا ده بيساهم مرة أخرى في زيادة ثقة المواطن في اللي الدولة بتقوله وبتعمله، وده طبعا شيء مهم جدا مرة أخرى في تأكيد يعني التعاون ما بين جهات الدولة ووسائل الإعلام وعلى رأسها الشركة المتحدة. في أي أسئلة؟ مساء الخير على حضراتكم، ندى سرور مراسلة إكسترا نيوز. حضرتك يعني كلمة توجهها لأهالي العالمين ومطروح بإظهار مدينة العالمين بشكل يليق بينا يعني وقدمنا مهرجان الأكبر في الشرق الأوسط، فحضرتك تحب توجه كلمة ليهم إيه؟ يعني طبعا مطروح تحديدا يمكن كانت من المحافظات دايما اللي يعني نقول عليها محافظات موسمية، الناس ما بتشوفهاش أو تفتكرها غير بس يدوبك في شهرين الصيف، وكان يعني دايما فيها مشكلة أعتقد
مشكلة في عملية الفرص العمل والتشغيل لمواطنيها. الحمد لله النهاردة مع التنمية الكبيرة جدا اللي بتحصل في مدينة العلمين وبقية المشروعات الكبيرة اللي ابتدت الدولة أعلنت عنها وشغالة فيها، وزي ما بقول لحضراتكم احنا هنا التركيز ان مطروح مش هتبقى مجرد مصيف او مقصد صيفي، ولكن هتبقى فعلا امتداد مستقبلي للدولة المصرية والاستفادة زي من السواحل الرائعة اللي مفيش زيها في العالم كله في هذه المحافظة. فطبعا يعني الكلمة اللي بوجهها لأهالي مطروح ان الدولة يعني مهتمية جدا بهذه المحافظة، واحدة من أهم أولوياتنا كدولة التنمية والتطوير الكامل في هذه المدينة، وكل التنمية دي هتبقى هم اللي بيستفيدوا منها بصورة مباشرة من خلال فرص العمل وأبواب الرزق الكبيرة اللي بتبقى موجودة. ومرة أخرى مهرجان ده والفعاليات اللي بتتم بتعرف العالم كله إن في محافظة وفي مدينة اسمها مطروح. تتسع لسؤال واحد. تفضلوا تفضلوا. آخر سؤال. آخر سؤال. آخر سؤال. شكرا يا فندم. لا أبدا مش حاجة. لا 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 أبدا مش حاجة مش حاجة. الخير يا فندم، حضرتك منور مدينة العلمين وقيادة الشركة المتحدة. مدينة العلمين قدرت تصدر نوع سياحة جديد، يعني طول مصر طول العمر مصر بسياحة في البحر الأحمر ومناطق مختلفة الأقصر وأسوان، لكن العلمين قدرت تصدر نوع سياحة جديد. التنوع السياحي ده هل هو من استراتيجية الدولة؟ وكمان شايفين المهرجان سلط الضوء على المدينة بشكل كويس جدا. يعني طبعا احنا بنستهدف يعني نقلة كبيرة جدا في موضوع السياحة، وهنا يمكن دايما يعني مطروح البداية والتخطيط بتاع العلمين تخطيطها ان يبقى فيها حجم كبير جدا من الغرف الفندقية. احنا هنا بقى بنتكلم مش مجرد البيوت والبيوت المصايف، ولكن بنتكلم على غرف فندقية تبقى موجودة بتقدم خدمات متكاملة علشان تبقى هذه المنطقة تبقى للتقديرات وتبقى للدراسات المكاتب العالمية. تقول المنطقة دي على الاقل ممكن تستغل في السياحة 9 شهور في السنة، انتوا كمصر مش قادرين تستفيدوا منها غير 3 شهور بالكتير. لا، العلمين وكل الساحل الشمالي الغربي قادر انه يبقى مفتوح والاستقبال السياحة العالمية لمدة 9 شهور في السنة. هنا مرة اخرى مدينة العلمين ومن خلال ابراز حجم التنمية اللي بيتعمل فيها والتخطيط اللي موجود بيؤكد هذه الفكرة اللي الدولة عايزة تعملها، ان احنا نضاعف عدد السياح بتوعنا في خلال 5-6 سنوات القادمين. هيبقى الساحل الشمالي بيلعب الدور الرئيسي في هذا الموضوع. شكرا. شكرا للزادة الزملاء وشكرا لحضراتكم، وهنتحرك الآن لإعطاء شارة البدء لانطلاق الحدث التنموي ميت يوم صحة ومن ثم الجولة. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم جميعا.